أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اليوم سنعرض عليكم درسا آخر من دروس النحو، وهو درس أنواع الجموع. نبص مع بعض كلنا على محتويات الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا أول حاجة بيتكلم عن أنواع الجموع. عندنا 3 أنواع من الجموع، هو جمع التكسير، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم. وفي آخر الدرس هنحط مع بعض أو هنحل مع بعض تدريب نحوي. نيجي نبص مع بعض هنا على أنواع الجموع. أي جمع هيقابلنا في اللغة العربية يبقى حاجة من التلاتة. أول جمع عندنا هو جمع المذكر السالم، هو جمع خاص بالولاد، بزود للكلمة يا إما واو ونون أو ياء ونون زي كلمة المسافرون. تاني نوع عندنا هو جمع المؤنث السالم، بضيف للكلمة ألف وتاء زي كلمة الغائبات أو الطالبات. آخر نوع عندنا في الجمع هو جمع التكسير زي أقلام أعلام. نبص مع بعض هنا على أول نوع من أنواع الجمع هتقابلنا، هو جمع التكسير. نقرأ التعريف مع بعض. هو اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، وهو للعاقل وغير العاقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو اسم باختصار بيدل على أكتر من اثنين سواء كانوا مذكر أو مؤنث، وبنغير صورة المفرد سواء كان للعاقل أو غير العاقل. نبص مع بعض على مثال قلم أقلام. هو جمع عادي جدا، جمع قلم أقلام، لكن لو نبص كلنا مع بعض إن شكل الكلمة اتغير من قلم إلى أقلام، علشان كده سمي بجمع التكسير. يبقى تسمى بجمع التكسير علشان شكل الكلمة بيتكسر أو شكل الكلمة بيتغير، فجمع قلم هنا عندنا أقلام. طيب نبص أيضا على كلمة تلميذ، شكل الكلمة اختلف من تلميذ هيبقى تلاميذ. نيجي نبص مع بعض على تاني نوع من أنواع الجمع، وهو جمع المذكر السالم. نقرأ مع بعض التعريف بتاعه. هو كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون أو الياء والنون على المفرد بدون تغيير في أصل الكلمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو اسم بيدل على أكثر من اثنين، أكيد طبعا هنضيف للكلمة واو ونون أو ياء ونون، طبعا الجمع ده خاص بجمع الولاد، جمع المذكر، بدون تغيير في أصل الكلمة. يعني أصل الكلمة بيفضل ثابت وأنا بزود على الكلمة واو ونون أو ياء ونون. نبص مع بعض هنا في ملاحظة هامة جدا نقرأها مع بعض. هناك كلمات تنتهي بالواو والنون أو الياء والنون وهي ليست جمع مذكر سالم. يعني مش كل كلمة أشوفها آخرها واو ونون أو ياء ونون تعتبر جمع مذكر سالم، زي كلمات ياسمين، مجنون، مساكين. هذه الكلمات الياء والنون والواو والنون أساسيين فيهم. يعني أنا هنا لو بصيت على كلمة مجنون وحذفت الواو والنون هتصبح كلمة مجن، هذه الكلمة ليست لها معنى، فإذا الياء والنون والواو والنون أساسيين في الكلمة. نبص مع بعض على ثالث نوع وآخر نوع من أنواع الجموع عندنا، وهو جمع المؤنث السالم. نقرأ التعريف مع بعض. هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين، يبقى هنا جمع خاص بالبنات، هنضيف للكلمة إيه بقى؟ ألف وتاء بدون تغيير في أصل الكلمة. يعني أصل الكلمة ثابت بس أنا بحط ألف وتاء. في ملاحظة هامة جدا عندنا، هناك كلمات تنتهي بالألف والتاء وهي ليست جمع مؤنث سالم، زي ما اتفقنا إن مش كل كلمة آخرها ألف وتاء
تعتبر جمع مؤنث سالم زي أوقات، أصوات، أبيات. يبقى هذه الكلمات هي ليست جمع مؤنث سالم لأن الألف والتاء أساسيين فيهم، فلو حذفنا مثلا ألف والتاء في كلمة أصوات هتصبح كلمة أصو، هذه الكلمة ليست لها معنى، فبالتالي ألف والتاء هما إيه؟ أساسيين في الكلمة. أحسنتم. نبص مع بعض على التدريب. نقرأ السؤال: اجمع الكلمات الآتية مع بيان نوع الجمع. أول سؤال: منافق، الجمع بتاعها كلمة منافقون، زودت واو ونون وأصبح الجمع نوع جمع مذكر سالم. نبص على الكلمة الأخرى: مهذبة، عايزة أجمعها أولا أفكر ده جمع أكيد، دي كلمة مؤنثة فهجمعها الجمع الخاص بالبنات هتصبح الجمع مهذبات، يبقى جمع مؤنث سالم. أحسنتم. جندي، عايزة أجمعه جمع أشوف الجمع نوعه إيه، يعني جمع جندي هيبقى إيه؟ جنود، يبقى جمع تكسير. أحسنتم. الكلمة اللي بعديها: معلم، معلمون جمع مذكر سالم. قلم، أقلام جمع تكسير. علم، أعلام أيضا جمع تكسير. فتاة، فتيات جمع مؤنث سالم. يبقى زودت ألف وتاء فأصبح الجمع جمع مؤنث سالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.